أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل خير. إلى أخبار الثقافة التي تأتيكم على قناة الجزائر الدوية، هذه التفاصيل. بداية بمهرجان بيروت للأفلام الفنية الوثائقية الذي ينطلق غدا ليستمر لمدة عام كامل تحت شعار الوحي، سعيا من القائمين على القطاع الثقافي لإعادة بناء لبنان وإعادتها إلى الواجهة الثقافية. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. الحياة الثقافية في لبنان تنتفض من تحت الرماد، معلنة ولادة مهرجان يلقي الضوء على مأساة لبنان على مدار العامين الماضيين، في وقت يمر فيه اللبنانيون بأسوأ أزمة في تاريخهم المعاصر على جميع الأصعدة. يأتي القائمون على المهرجان ليؤكدوا أن الإفلاس المادي لن ينجم عنه إفلاس فكري. عدة محطات سيسلط عليها الضوء، بدءا بجائحة كورونا والأزمة الاقتصادية وانفجار مرفأ بيروت التي أدت إلى عزل لبنان ثقافيا. الفعاليات ستكون بمشاركة المعهد الثقافي الإيطالي وسفارات كل من الولايات المتحدة وسويسرا وإسبانيا وبلجيكا ومعهد غوتا الألماني، على أن تكون العروض والأنشطة في مسرح مونو لمدة 10 أيام لتستمر بعدها لمدة عام كامل. تحد كبير وغير مسبوق انطلق به مهرجان بيروت للأفلام الفنية الوثائقية في دورته السابعة تحت شعار الوحي، سعياً من القائمين عليه لإنقاذ الحياة الثقافية في لبنان من الانهيار. إلى الرواية والكتاب الآن. والجزائري الذي حكم بريطانيا، كتاب للجزائري جمال الدين طالب ترجم مؤخرا للغة الإنجليزية، تناول بصمات وتأثيرات الجزائريين في أوروبا وخاصة بريطانيا. المزيد في هذه الورقة. الجزائري الذي حكم بريطانيا، كتاب يحمل بين دفتيه حقائق تاريخية عن الأثر الذي تركه الجزائريون في أوروبا عبر العصور. النسخة الإنجليزية من الكتاب صدرت مؤخراً في عاصمة الضباب للكاتب والإعلامي الجزائري المقيم في لندن جمال الدين طالب، الذي عاد بنا في رحلة عبر الزمن من خلال قصص ملهمة أماطت اللثام عن خبايا عديدة. الجزائري الذي علم الإنجليز القهوة، الشوارع الأربعة التي تحمل اسم الجزائر العاصمة في إنجلترا، اللاعب الجزائري الذي أدخل مدينة إنجليزية للتاريخ، والجزائري الذي حكم بريطانيا وألمانيا وروما عاصمة الإمبراطورية الرومانية، هي قصص مثيرة استقرأ من خلالها الكاتب أحداثاً تثبت تأثيرات الإنسان الجزائري في مستويات ثقافية، اجتماعية وسياسية في أوروبا وتحديداً المملكة المتحدة. الكاتب تناول بإسهاب الروابط التاريخية بين الجزائر وأوروبا، بدءاً بحقبة الإمبراطورية الرومانية وصولاً إلى عصرنا الحالي، مرتكزاً على الملاحظة وتحليل الأحداث. إلى الأفلام العاد الآن، حيث أثار منع فيلم الأبديون من العرض في القاعات السينمائية بسبب تنافي مضمونه مع القيم والعادات العربية والإسلامية خاصة، ضجة في الدول العربية. الفيلم من إخراج كلوي تشاو وبطولة نجمة هوليوود أنجلينا جولي. المزيد في هذا السياق نتابع التقرير. أحدث فيلم الأبديون ضجة كبيرة خلال بداية عرضه في الدول العربية التي منعته في قاعة العرض السينمائية بسبب محتوى الفيلم الذي يحمل العديد من المشاهد بما يتعارض مع قيم المجتمع العربي، كما رفضت الشركة المنتجة للفيلم إجراء تغييرات عليها ما أدى إلى منعه وإيقاف موعد عرضه بمصر ودول الخليج. فيلم الخيال العلمي الأبديون تم إصداره في 5 نوفمبر الجاري من بطولة أنجلينا جولي وغيرها من الممثلين، وإخراج كلوي تشاو وتأليف رايان فيربو وماثيو كفيربو، حيث تدور أحداث الفيلم حول مجموعة مخلوقات فضائية.
الآن إلى الشائعات التي لا تزال تحوم حول وفاة نجم شاشة السورية زهير رمضان، حيث نفت نقابة الفنانين السوريين في دمشق الأنباء المتداولة حول وفاته، مؤكدة في الوقت ذاته تدهور صحته بسبب تعرضه للالتهاب والتهاب رئوي حاد منعه من الظهور في الآونة الأخيرة. ونقلت النقابة عبر منشور على حسابها في موقع فيسبوك شكرا وتقديرا لزهير رمضان للذين توصلوا معه الإطمئنان على صحته. وجاء في المنشور: يتقدم نقيب الفنانين في الجمهورية العربية السورية الأستاذ زهير رمضان بكل الشكر والتقدير والمحبة لكل من اتصل أو سأل أو حاول الإطمئنان عن صحته. وأضافت النقابة أن الأستاذ زهير يمر بعارض صحي وهو حاليا في مرحلة الاستشفاء. إلى الأفلام دائما، وينافس الفيلم الروائي الطويل سولا للمخرج الجزائري صلاح إسعاد في مسابقة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ضمن فعاليات الدورة الأولى المقرر عقدها في الفترة ما بين 6 إلى 15، ليكون هذا العرض العالمي الأول للفيلم. من المزيد من التفاصيل نتابع هذه الورقة. الفيلم الروائي الطويل سولا يدخل ضمن منافسة فعاليات الدورة الأولى لمهرجان البحر الأحمر الذي سيقام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ليكون هذا عرضه العالمي الأول. الفيلم للمخرج صلاح إسعاد وبطولة سولا البحري التي شاركته في كتابة السيناريو وألهمته قصة الفيلم، لذلك طلب منها أداء دور البطولة الذي يجسد شخصيتها إلى جانب إيدير بن عيبوش وفرانك إفري. تدور أحداث الفيلم حول أم عزباء يطردها والدها من بيت العائلة لتجد نفسها ورضيعها بلا مأوى. تحاول سولا أن تغير مصيرها ولكن القدر له طريق آخر. وسبق أن أعلنت شركة ماتسوليسيون عن تقديم جائزتها في ورشة فاينل كات ضمن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته 77 إلى الفيلم الجزائري الفرنسي الروائي سولا، وتتمثل الجائزة في حصول الفيلم على خدمات التسويق والتوزيع في العالم العربي. إلى المسرح الوطني الجزائري الآن، وتعتبر مسرحية رمادة التي تسببت جائحة كورونا في تأجيل عرضها الشرفي من بين الأعمال الجميلة والمقتبسة من رواية ليلية رمادة المسرحية للكاتب والروائي الجزائري وسيني العرج التي تم عرضها شرفيا بالمسرح الوطني الجزائري قبل أيام من إخراج شوقي بوزيد والإخراج ومساعدة المساعد المخرج عبد الكريم بريبر. المزيد من التفاصيل حول هذه المسرحية الجميلة نربط الاتصال مباشرة مع المخرج الجزائري المتألق شوقي بوزيد ونقول صباح الخير أستاذ. صباح النور، أهلا. أهلا بك على قناة الجزائر الدولية في النشرة الثقافية للحديث حول مسرحية رمادة اللي كانت من اقتباس رواية وسيني العرج ليليات رمادة. كيف كانت فكرة الاقتباس أولا؟ لا، هو الفكرة كانت للموضوع في حد ذاته، أن الأستاذ الروائي الكبير وسيني العرج الذي يعتبر سفير الثقافة الجزائرية هو كان انتبه إلى الجائحة وهو كتب الرواية بسبب الجائحة. وأنت تعلم أن الجائحة أثرت في العالم كله، يعني حتى أنها ربما غيرت حتى من تصرفات الناس، يعني ذلك التباعد الذي خلق غير من تصرفات الناس، وبطبيعة الحال رح يكون فيه تغيير حتى على المستوى الفكري. إذا من هذا الباب ارتأيت أن نقوم باقتباسها، كلف بهذا الشاعر والقاص الفنان بوكبة، يعني
كان العمل لمدة 45 يوم، وقدم العرض يوم 9 نوفمبر. وحضروا، كان شرف أنه جانا سيد وسيمي الذي كان بشارقة وحضر العرض بالجزائر، ثم عاد إلى فرنسا حيث يقيم حاليا. جميل جدا. يعني لما يكون حضور الروائي بحد ذاته فهذا يعتبر إضافة للمسرحية، وبما أن الاقتباس هو أصل الإبداع فالمسرحية تحاكي كورونا وتحاكي الظرف الوبائي الذي عشناه. في مضمون المسرحية بالذات، لنتحدث الآن حول الإخراج وحول مضمون المسرحية، هي تتحدث عن تغير أفعال وتصرفات عائلة، أفراد عائلة. لا، هو من هذا الباب السيد وسيمي في الرواية نتاعه كان في ثلاث زوايا. يعني كان أنا حاولت تسليط الضوء على العائلة، لأني أرى أننا الآن يجب أن نعود إلى العائلة الجزائرية، أن ننتبه إليها، أن ننتبه للعلاقات بين أفراد العائلة، وهذا كله يصب في بناء فرد كامل متكامل. في رأيي أننا نحتاج إلى إعادة بناء الفرد. الكل يعلم أن الجزائر الحالية ليست الجزائر يعني القديمة، هناك كلام كثير على الجزائر الجديدة، ونحن نرى هناك تطورات طبعا، سواء من جانب المسرح سواء من جانب السينما، فنحن في طريق للتطور أكثر فأكثر. هو نرى، نحن كفنانين نرى أنه فيه نية إعادة بعث الجزائر الصحيحة، الجزائر القوية، الجزائر التي لها مكانتها الدولية ومكانتها في إفريقيا وعلى البحر الأبيض المتوسط. إذن نحن نريد أن نساهم كذلك في بناء هذه الجزائر، وسلطنا الضوء على العائلة. جميل جدا. نعم، جميل جدا، جميل جدا. هذا التفكير هو التفكير السديد والتفكير الصائب، لأنه المسرح له تأثير كذلك على متابعي المسرح ورواد وعشاق المسرح، فلما يكون عرض قوي فأكيد رايح يلقى صدى عند المشاهدين. لا، إن شاء الله. هو كان يعني في ذلك اليوم كانت أمطار كثيرة جدا، لكن كانت القاعة مملوءة، وهذا شيء يعني بعث فينا الروح. أنت تعرف أنه أمطار، يعني الناس ما تخرج، خاصة أنه كان العرض على الساعة 6 مساء. لكن مع هذا ومع غزارة الأمطار، لكن الجمهور التياتر الوطني حضر بقوة، وهذا شرفني كثيرا. أكيد، هو معروف على المسرح الوطني محي الدين بشتارزي أنه جمهوره دائما وفي لكل العروض التي يتم عرضها هناك. هل تفكرون الآن في برمجة المسرحية في مختلف قاعات المسرح الوطن؟ هو حسب البرنامج الذي تم تصديره في على مستوى التياتر الوطني، لازالت هناك 7 عروض هنا بالعاصمة، ثم بعدها تبدأ انطلاقة الدورة، دورة الشرفية. نعم، دورة في الغرب والوسط والشرق الجزائري، يعني حيثما موجودين لتياتر دليتا أكوا. ذكرت الغرب والشرق والوسط الجزائري والجنوب، هل هو معني أو ليس معني بالأمر؟ والله أنا أتمنى أن أعمالي تكون بالجنوب، لكن هناك إشكال يجب أن يعلمه الجميع، حتى جمهور التياتر في الجنوب. هذا العمل يعتمد كثيرا على الإضاءة، يعني على تقنية الإضاءة. وربما هناك فيه نقص في الإمكانيات، لا أعلم كيف سنقوم بهذا، لا أعلم كيف سيؤخذ هذا الإشكال. يعني وربما في وقت الجائحة وعند توقف كل المسارح الوطنية، فأكيد إعادة بعث المسارح الوطنية وإعادة
بعث المسرح إلى عمله العادي سيأخذ القليل من الوقت. نشكرك كثيرا شوقي بوزيد، كنت معنا في مكالمة هاتفية في النشرة الثقافية لقناة الجزائر الدولية. إذن مشاهدينا، بهذه التفاصيل الواضحة والوفية من المخرج، مخرج المسرحية بالذات، مسرحية المسرحية التي كانت مقتبسة من رواية وسيم العرج الذي يعتبر أحد أفضل الكتاب الجزائريين على الإطلاق. نصل إلى نهاية نشرتنا لنهار اليوم، دمتم في رعاية الله وحفظه، متابعة طيبة لبقية برامجنا، للقاء.